قناة تجارب دكتور في الرياضيات. فهاد الحصة هذه غادي نكملوا لي نومبر كومبلكس، غنشوفوا منين سالينا الحصة اللي فاتت. خليت لكم هاد ليكزيرسيس هذا وقلت لكم يعني ديروا لانتربريتاسيون جيومتريك ديال هاد لي بروبريتي هذا، داكوغ؟ يعني حاولوا انكم تفهموهم جرافيكمون. ولكن بالنسبة للبرودوي ديال دو نومبر كومبلكس صعيب انك تروبريزونتي وما غاديش تعرف ليه، داكوغ؟ دونك باش نديرو لا ريبريزونطاسيون جيومتريك ديال لو برودوي ديال دو نومبر كومبلكس، ماشي بحال لا سوم. لا سوم حنا شفناها هنا في شي حاجة، في شي بارتي هنا. فهادي قلنا بلي هاد زاد بريم وهاد زاد الا درنا ليهم لا سوم كيعطيونا هاد هنا، واحد البوزيسيون هنا، هذيك هي اللي كتكمل لك الباراليلوغرام، داكوغ؟ ولكن في هاد الحالة ديال الضرب ديال برودوي ديال دو نومبر كومبلكس ما غاديش تعرف لا ريبريزونطاسيون جيومتريك كيفاش دايره، ما غاديش تقدر تتخيلها. اذا شنو غادي نديرو هنا؟ فين غنمشيو لا فورم تريغونوميتريك، وغادي نشوفو شنو علاقه لا فورم تريغونوميتريك مع لو برودوي ديال دو نومبر كومبلكس. نشوفو شنو معنى ديال فورم تريغونوميتريك، كتعرفوها ولكن نقراو هادشي اللي كاين هنا. غوفونو على ريبريزونطاسيون جيومتريك دي نومبر كومبلكس، لو لونغور او ام، او ام لا ديستونس ما بين او و ام، هذيك المسافه بين او ام ايت ايغال او موديل، داكوغ؟ اتفقنا على هذه القضيه، قلنا بلي الموديل ديال واحد نومبر كومبلكس هو المسافه ما بين هذيك البوان ام اللي لا فيكس ديالها زاد مع لو بوان او لوريجين ديال البلان، داكوغ؟ نوطون سيت كونتيتي غو، مثلا غنسميوها غو، هي المسافة أو أم وهي الموديل ديال زاد. كيفاش كنحسبو هاد الموديل ديال زاد؟ طريقة واضحة، ناخدو مثلا زاد هو إكس بلس إي إيكغيك، زاد هو إكس بلس إي إيكغيك، يعني لا بارتي غيال ديالو هي إكس، هي هادي اللي كاينة هنا، ولا بارتي إيماجينيغ ديالو هي هادي اللي كاينة هنا، هي إيكغيك، داكوغ؟ دونك شنو هو الموديل؟ الموديل ديال زاد هو هذا كامل، هاد لا ديستونس كاملة، هاد لا ديستونس كتسمى لو موديل ديال زاد. شحال كتساوي هاد لا ديستونس؟ حنا كنلاحظوا بلي هاد لو تريونغل هذا، هاد لو تريونغل ايتان تريونغل ريكتونغل، ريكتونغل فهاد البوان هادي، فهاد البوان هنا. اي دونك غنطبقوا لو تيوريم دو بيتاغور، تيوريم دو بيتاغور واضحه قريتوها في الاعدادي. اذا هاد لا ديستونس هادي كامله او كاري، هي الوتر او كاري لي بوتينوس، ايغال هاد لا ديستونس زائد هاد لا ديستونس. هاد لا ديستونس اللي هنا راه هي نفسها هادي، هي ايغريك، وهاد لا ديستونس اللي هنا هي اكس. اي دونك هاد الموديل ديال زاد او كاري ايغال اكس او كاري بلس ايغريك او كاري. دونك الموديل ديال زاد الا بغينا بلا او كاري غندخلو الغاسين، دونك الموديل ديال زاد ايغال غاسين دو اكس كاري بلس ايغريك كاري، يعني الغاسين ديال لو ريال ديال زاد او كاري بلس ليماجينير ديال زاد او كاري. هادي الطريقه كيفاش كنحسبو لو موديل. دابا ان ارغيمون، شنو المعنى ديال ارغيمون؟ ارغيمون هو واحد الزاويه، هاد الزاويه ثيتا، الزاويه اللي باديه من لاكس دي زي اكس، لاكس ريال، فيغ هاد لو بوين زاد، هاد نقولوا واحد لا دغوات كي غولي او لو بوين او مع لو بوين ام، باش نكونوا اكزاكت، داكوغ؟ دونك هاد الزاويه اللي بيناتهم كتسمى تيتا، هي اللي كتسمى ارغيمون ديال زاد. هنا مثلا لارغيمون ديال زاد هو تقريبا واحد نقول واحد 45 درجه بي سور 4، داكوغ؟ دونك بما ان لارغيمون ديال زاد بي سور 4 ما كنقولوش ايغال، لارغيمون هو زاويه، زوايا ما كنقولوش بيناتهم ايغال، ما كيكونوش متساويين. شنو كنقولوا بيناتهم؟ كنقولوا ايكيفالونت ولا كونغري، الكونغريونس. شنو المعنى ديال هادشي هذا؟ مثلا هاد زاد هذا كاين هنا في هاد البلاصه، ومثلا هاد الزاويه هي 45 درجه، راه ممكن تكون
يكون هاد تكون هاد 45 درجه، تكون تقدر ما تكونش 45، تقدر تكون مشات يعني دارت دو بي ضربات الدوره حتى رجعت للاكس دي زيكس وعاد دارت 45 درجه. دونك هي واحد 360 درجه زائد 100 زائد واحد 45، دونك هي بي، هي دو بي بلس بي سور 4 داكور. يعني نفس الزاويه ما كتعرفهاش واش ضربات شي دوره ورجعات داكور، واش ضربات شي دوره يعني في لو سونس بوزيتيف ولا في لو سونس نيجاتيف، راه ممكن هادشي كله ممكن يوقع. اذا باش نتفاداو حنا هاد المشاكل كلها وباش نكونوا جينيرال، شنو كنقولوا؟ كنقولوا ان لارغيمون ديال زاد ايكيفالون ولا كونغري ا بي سور 4 موديلو 2 بي. شنو معنى ديال هادشي؟ المعنى ديالها انه هذيك لارغيمون ديال زاد راه ماشي بالضروره غتساوي بي سور 4، ولكن غتساوي بي سور 4 بلس 2 كا بي، يعني بلس 2 بي ولا بلس 4 بي ولا بلس 6 بي ولا بلس 8 بي ولا ناقص 2 بي ولا ناقص 4 بي ولا ناقص 8 بي داكور. يعني ممكن تكون يكونوا في دارت واحد الدوره ورجعات للبلاصه. اذا هادشي اللي غادي نقولوا هنا. هنا بالنسبه لهاد الدائره خدمناها قبل، شفنا المعنى ديال هادشي هذا داكور. الكوسينيس ديال تيتا، اشنو هو الكوسينيس ديال تيتا؟ هو هاد لافيك ولا لا بارتي ريال ديال هاد لو بوين لو نومبر كومبلكس. شنو هو هاد لو نومبر كومبلكس؟ هو زاد على غو. الا قسمتي زاد على غو شنو غتعطيك؟ غتعطيك واحد النومبر كومبلكس واحد اخر زاد قسمتيها على الموديل ديال زاد. هاد الغو هو الموديل ديال زاد. الا قسمتي زاد على الموديل ديال زاد غيعطيك واحد نومبر كومبلكس واحد اخر جديد. شحال غيكون الموديل ديالو؟ غيكون الموديل ديالو واحد داكور. علاش؟ لان الموديل ديال زاد على غو شنو هو؟ هو الموديل ديال زاد مقسوم على غو. الموديل ندخلوها غير على زاد، لان غو واحد نومبر ريال بوزيتيف. دونك الفوق غتكون موديل ديال زاد والتحت غو، ولكن راه موديل ديال زاد راه هي غو، دونك راه هي هادشي كله كيساوي واحد. دونك اشنو كيعني هذا؟ دونك هاد لو نومبر كومبلكس هذا اللي كاين هنا راه الموديل ديالو واحد، يعني انه ابارتيان لهاد الدائره هادي اللي الغايون ديالها واحد داكور. وهذه اللي سميناها لو سيركل تريغونوميتريك، شرحناها في واحد الدرس قبل في هاد السلسله ديال الالجبر داكور. اذا بما ان هاد البوان هاد النومبر كومبلكس كاين هنا، يعني كاين في الدائره، دونك عنده نديرو الكوسينيس البروجيكسيون. هنا غادي نلقاو الكوسينيس ديال تيتا كما نفس الشرح اللي شرحنا في الدرس اللي ربما شي دازت باش ثلاثه الدروس ولا اربعه اللي فاش درنا هاد لو سيركل تريغونوميتريك في البدايه ديال لي نومبر كومبلكس، فاش كنت كنقدم لهاد لي نومبر كومبلكس وكنقول لكم فهموا معايا مزيان هذاك الشيء راه مهم داكور. في هذاك الفيديو ديال كوسينيس سينيس طونجون ديما كنوصي هذاك الفيديو خصكم ضروري تشوفوه، هذاك الدرس ديال كوسينيس سينيس طونجون خصكم ضروري تشوفوه. قلنا بلي اي بوان كاينه في هذا لو سيركل عندها بروجيكسيون هنا هي الكوسينيس ديال تيتا، وعندها بروجيكسيون هنا اللي هو سينيس ديال تيتا. هادشي شرحناه داكور. شنو كيعني هادشي كله؟ كيعني ان هاد زاد على غو، زاد على غو. ركز معايا مزيان دابا غنفهموا منين جات هذيك لي كريتير تريغونوميتريك. هذيك زاد ايغال لو موديل دو زاد فاكتور دو كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا، منين جات؟ لان هاد دابا هاد زاد على غو راه كيساوي لا بارتي ريال ديالو اللي هي كوسينوس تيتا زائد اي في لا بارتي ايماجينير اللي هي سينوس تيتا. اي دونك غتولي عندنا زاد على غو ايغال كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا، وهاد زاد على غو ممكن نضربو كلشي في غو باش تطلع الفوق، وغو راه هي الموديل ديال زاد. اذا غنلقاو لا فورم تريغونوميتريك. هادشي اللي غيكونوا شرحوا هنا لو نومبر كومبلكس زاد سي غو اي دو موديل 1 اي سون ايماج سو تروف دونك سير لو سيركل تريغونوميتريك. هادشي اللي شرحنا دابا. il s'écrit donc cosinus θ plus isinus θ où θ est la mesure de l'angle formé. هاد θ هي هادي. nous avons ainsi montré que tout nombre s'écrit sous la forme d'accord. donc بينا هادي منين جات هادي؟ لان زاد، نعاود نقولها، لان زاد على غو
ولات كتساوي لينا كوسينس تيتا بلس اسينس تيتا. دونك نطلعوا غو هنا غتولي غو فاكتور دو كوسينس تيتا بلس اسينس تيتا. هاد الاولى كتسمى لا فورم الجبريك، الاخرى كتسمى لا فورم تريغونوميتريك. داكوغ، نشوفوا ديفينيسيون ديال لارغيمون. لا ميزور دو لونغل تيتا اي ابولي لارغيمون دي نومبر كومبلكس زد انوتي ارغيمون دو زد ايغال تيتا. واخا هادشي هذا فيه شويه ديال المشاكل، اولا ما كنقولوش لارغيمون، ما كنقولوش لارغيمون، ماشي لارغيمون، ان ارغيمون داكوغ، واحد من لي زارغيمون، هذه الاولى. ثم المشكل الثاني اللي مكتوب هنا هو لارغيمون ديال زد ايغال هذا ماشي ايغال كما شرحت. داكوغ، غنشوفوا هادشي ربما من بعد عاد غيبداو يعني يركزوا عليه. اون رابيل كون ميزور دونغل اي تان نومبر ريال مي كو سول لا فالور مودولو دو بي. هادشي اللي يعني غير سبقوا هنا، ماشي غلطوا، غير كتبوها ببساطه هنا عاد غيشرحوها. داكوغ، c'est-à-dire modulo la somme avec un multiple de 2π très est important. يعني ضروري خصنا 2kπ، يعني لارغيمون ديال زد ماشي بالضروره هي تيتا، ولكن هي تيتا بلس واحد 2kπ. ك تقدر تكون هي 0، تقدر تكون 1 2 3 الله اعلم. داكوغ، ان نومبر كومبلكس اي كاركتيريزي سوا باغ دو نومبر ريال. يعني باش كنعرفوا لو نومبر كومبلكس، باش كنقولوا اننا صافي لقينا لو نومبر كومبلكس، اما كنلقاو ليه لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينير ديالو، واما كنلقاو الغو او تيتا، اما كنلقاو ليه لو موديول ديالو ولارغيمون ديالو. هادي عقلوا عليها مزيان. فاش تبغي تلقى واحد لو نومبر كومبلكس، يعني اما غادي تلقى ليه الريال والايماجينير، واما غتلقى لو موديل اي ان ارغيمون. داكوغ، وفاش الا كانوا عندك جوج ديال لي نومبر كومبلكس ايغو متساويين، كيعني ان البارتي ريال كتساوي البارتي ريال والبارتي ايماجينير كتساوي البارتي ايماجينير، ولا كيعني ان الموديل ديال الاول كيساوي الموديل ديال الثاني، والارغيمون ديال الاول ايكيفالون ولا كونغري ا الارغيمون ديال الثاني. لي فورمول permettant de passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées trigonométriques et vice versa. يعني الى عندك z ايغال مثلا x plus y، وبغيتي ديريكتومون تلقى غو وتلقى تيتا. داكوغ، بغيتي تلقى غو وتلقى تيتا، شنو غادي دير؟ غنبداو بهاد الثانيه. الى بغيتي غو هي الغاسين ديال x كاري بلس y كاري، و الى بغيتي تلقى تيتا شنو غادي دير؟ عندك كوسينس تيتا هي اكس على غاسين دو اكس كاري بلس ايغريك كاري، وسينس ديال تيتا هي ايغريك على غاسين دو اكس كاري بلس ايغريك كاري. دونك بما ان عندك كوسينس تيتا وعندك سينس تيتا، شرحناه في واحد الفقره، واخا ديك اللحظه ما كانتش كتبان مهمه، ولكن حنا دابا احتاجيناها. كيقول لك بلي باش تعرف تيتا ماشي ما كافياش انك تعرف غير الكوسينس بوحدو ولا غير سينيس بوحدو، خاصك ضروري تكون كتعرف الكوسينيس والسينيس. اذا هاد التيتا دابا حنا ما عارفينهاش، ولكن كنعرفوا الكوسينيس ديالها والسينيس ديالها، حنا عندنا شحال كيساويو. داكوغ، لان افترضنا ان اكس واي عندنا، عرفنا مثلا ان زاد راه هو مثلا 2 بلس 3 اي، دونك اكس هي 2 واي هي 3، دونك بحال اكس واي افترضوا انهم عندنا، دونك غو ممكن نحسبوها، وكوسينيس تيتا عندنا، سينيس تيتا عندنا، اذا ممكن نعرفوا تيتا شحال كتساوي. داكوغ، شنو هي الطريقه؟ شنو هي الطريقه باش تعرف تيتا شحال كتساوي؟ عندك كوسينيس تيتا، تقدر تستعمل لارك كوسينيس. لارك كوسينيس شنو هو؟ لارك كاين في الكالكولاتريس، تقدر ديرها ارك كوسينيس ديال تشوف شحال خرجت لك هنا وتلقاها. داكوغ، وتزيد تاكد حتى بالسينيس. كاينه واحد القضيه كتقول لك بلي تيتا راه هي لارك تونجونت ديال إيكغيك سور إكس، ولكن نفس المشكل، لأن هاديك إيكغيك سور إكس ممكن تخرج لك شي عدد ما مضبوط، شي حاجة اللي ما مضبوطاش. شنو غادي دير باش تلقى تيتا؟ غترجع تاني للكالكولاتريس. إلا لقيتي إيكغيك سور إكس شي حاجة مثلا إيكغيك سور إكس هي واحد، دونك لارك تونجونت ديال واحد معروف هو بي سور كاطخ، ولكن يعني ضروري كنستعملو الكالكولاتريس. دابا ناخدو الغيسيبروك. سيبوزون عندنا غو وعندنا تيتا، يعني سيبوزون واحد لو نومبر كومبلكس ما كنعرفو لا الغيال ديالو لا ليماجينير ديالو، كنعرفو غير لو موديل ديالو هو غو والتيتا ديالو هي
هي معروفه داكوغ. دونك اكس و ايغريك ممكن نحسبهم بهاد لي فورميل هادو. غو كوسينوس تيتا هذا هو اكس و غو سينوس تيتا هو ايغريك. غومارك فو غوماركي كو نو زافون با دوني دو فورميل دونو لا ميزور دو لونغل تيتا. هادشي اللي كنا كنحاولوا دابا نديرو. شوف الحل اللي غادي يقول لك اون اي بور كوز il n'existe pas, alors comment trouver θ? La remarque de la section précédente, disons que seule la valeur du cosinus ou celle du sinus de l'angle ne permet pas de déterminer θ. شرحنا يعني ان الكوسينوس بوحدو ولا السينوس بوحدو ما كافيش باش تلقى θ شحال كتساوي. مي لي دو فالور انصامبل وي. دونك الا كانوا بجوج عندك ممكن تحسب θ شحال. En effet, les formules ci-dessus donnent le cosinus et le sinus de θ. Avec ces deux valeurs, on peut retrouver θ. Voilà qui nous bêche pour la calculatrice. D'accord? Pour la calculatrice. Nous faisons un exemple. Mettons z égale 1 plus i. Maintenant, nous faisons un exemple pour nous donner un exemple. Sous forme trigonométrique, on commence par calculer son module. Donc, il y a la forme trigonométrique. Il y a la forme algébrique, il y a la forme trigonométrique. Je ne vais pas dire. On va faire le module. Le module de z est la racine de 1 plus 1. Il y a la racine de 2. D'accord? On factorise ensuite z par le module. Il y a la racine de 1. On va factoriser la racine de 2. On factorise racine de 2, on va dire 1 sur racine de 2 plus i fois 1 sur racine de 2. Had 1 sur racine de 2, il y a racine de 2 sur 2. D'accord? Had il y a racine de 2 sur 2. Donc, had chilikin hna, khasukun hua le cosinus d'yel un certain theta. Ou had racine de 2 sur 2, khasukun sinus d'yel 9 theta. D'accord? دي طابلو دي فالو هذوك الطابلو اللي درنا قبل غادي نلقاو باللي الكوسينوس ديال بي سور 4 هو غاسين دو 2 سور 2 والسينوس ديال بي سور 4 هو غاسين دو 2 سور 2 اي دونك اون فارون بلاسي غادي نلقاو كوسينوس دو بي سور 2 بلس بي سور 4 عفوا بلس اي سينوس بي سور 4 اي دونك هذه هي لا فورم تريغونوميتريك. دونك حنا لقينا دابا لا فورم تريغونوميتريك ولكن رد البال مع شي حوايج. اولا باش تكون فورم تريغونوميتريك ضروري خصك تفيريفي هاد الشروط اللي غنقول دابا وربما غادي نلقاهم ثاني من بعد. هاد الشروط شنو هما؟ ماشي اي حاجه مكتوبه على هاد الشكل صافي راه فورم تريغونوميتريك. خاصها تكون فيها واحد الشروط. الشرط الاول هو يكون هاد غاسين دو دو هاد لو نومبر هذا اللي خارج من الغاسين خارج من الاقواس عفوا يكون ما فيهش الموه ما يكونش نيجاتيف يكون بوزيتيف. داكوغ خاصو يكون ان نومبر بوزيتيف. هنا كوسينوس ديال بي سور 4 ما تكونش موان كوسينوس بي سور 4 ما تكونش عندها موان. سينوس هادي هاد الاي هادي اللي هنا ما تكونش حتى هي مضروبه في موان خاصها تكون بلس اي سينوس. داكوغ هاد الشروط كلها. وعاد الشرط الاخير واللي هو اللي مهم اكثر وهو بي سور 4 بي سور 4 نفس الزاويه ما ناخذوش مثلا هنا بي سور 4 هنا بي سور 2. داكوغ حاول انك هاد الشروط كلهم تردي من بال عاد تقول انك لقيتي لا فورم تريغونوميتريك. عاد تقدر تقول ديك الساعه انه فعلا هاد غاسين دو 2 هو الموديل ديال زاد وان هاد بي سور 4 هو لارغيمون ديال زاد. لا فورم تريغونوميتريك سو بري بيان على ملتيبليكاسيون. دابا غنحاولوا نشرحوا هذيك العلاقه اللي ما بين لا فورم تريغونوميتريك مع لو برودوي. داكوغ des nombres complexes et ce grâce aux formules de Moivre données au théorème 7 en effet le produit de deux nombres complexes z qui est rho facteur de cosinus theta plus i sinus theta et z prime qui est vaut شوف دابا الا ضربنا جوج ديال لي نومبر كومبلكس z fois z prime ضربنا هادشي كامل مع هادشي كامل غتكون عندنا هي rho fois rho prime فاكتور ديال هادشي كله. هادشي كامل الا لاحظتي الا درتي النشر وحسبتي وهادشي غتلقى بلي هاد كوسينوس تيتا كوسينوس تيتا بريم موان سينوس تيتا سينوس تيتا بريم هادي راهي الفورمول ديال كوسينوس تيتا بلس تيتا بريم. داكوغ وهنا يعني هاد كوسينوس تيتا سينوس تيتا بريم بلس سينوس تيتا كوسينوس تيتا بريم هادي فورمول ديال سينوس ديال تيتا بلس تيتا بريم. دونك شنو المعنى ديال هادشي كولو؟ المعنى ديالو ان الا عندك واحد زاد مرسوم في واحد البلاصه وزاد بريم مرسوم حتى هو في واحد البلاصه عنده واحد البوزيسيون ديالو. دونك زاد فوا زاد بريم فين غيكون؟ غيكون هو واحد لو موديل واحد عفوا واحد لو نومبر كومبلكس اللي عنده الموديل ديالو هو الضرب ديال لي موديل بجوج.
وغيكون الزاوية ديالو كتجمع الزاوية ديال الأول زائد الزاوية ديال الثاني. داكوغ، غنشوفوهم هنايا في ال في هاد في هاد الغوبريزونطاسيون. افيك لي كوردوني تريغونوميتريك لا ملتيبليكاسيون دو دو نمبر كومبلكس روفيان جيست ا ملتيبلي لي موديل اي ا سومي لي زارغيمون. داكوغ، غرافيكمون سولا دون، شوف مزيان هنا عندك مثلا زاد، فين كاين زاد؟ هو هذا، زاد هو هذا، زاد بريم هو هذا. داكوغ، لو موديل ديال زاد هو هاد لا ديستونس ما بينه وما بين او. زاد بريم حتى هو الموديل ديالو هو هذا. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ غناخدو هاد لو موديل وغنضربوه في هاد لو موديل، غيعطينا واحد لو موديل كبير بحال هكا على هاد الشكل هذا. داكوغ، وغناخدو هاد لونجل الزاوية الأولى ديال هاد الصغيرة هادي ديال زاد، وغنزيدو عليها زاد تيتا بريم الزاوية الأخرى ديال زاد بريم. دونك فاش غنجمعوهم غنلقاو هاد الزاوية كلها. داكوغ، إي دونك فاش لقينا الزاوية كاملة ولقينا لو موديل كامل، دونك رحنا لقينا زاد فوا زاد بريم، دونك عرفنا البوزيسيون ديالو. هادشي راه مهم باش انك تربط ما بين لي نومبر كومبلكس وما بين لا جيومتري، لان اصعب ما كاين في لي زيكزيرسيس ديال لي نومبر كومبلكس هما الكالكول اول حاجه، وثاني حاجه ما كنقولش كالكول داكشي الكالكول بسيط، كاين بعض المرات الكالكول اللي الا حاولتي ديرو بطريقه عاديه ما يخش لك، غادي يكون طويل بزاف وغادي تغلط. وكاين لي زيكزيرسيس لي صعاب تاني اللي عندهم علاقه مع الجيومتري، خاصك تكون فاهم جيومتري وعارف علاقتها مع لي نومبر كومبلكس. دو لا ميم مانيير اون بو كالكولي لي بويسونس دان نومبر كومبلكس. بغينا عندنا زاد، بغينا نحسبو زاد بويسونس ان، اي دونك هادي لا غولاسيون ديال موافر. شنو كتقول لك لا غولاسيون ديال موافر؟ كتقول لك لو بويسونس ان، لا بويسونس انيام دان نومبر كومبلكس اللي كيساوي زاد ايغال غو فاكتور دو كوسينس تيتا بلس اي سينس تيتا، هي زاد بويسونس ان ايغال غو بويسونس ان. يعني كناخذو نو موديل كنرفعوه بويسونس ان، وهاد كوس تيتا بلس اي سينس تيتا كلها كنرفعوها بويسونس ان. ولكن فاش كيكون عندنا واحد كوسينس تيتا واحد الأ نسميوها أ بلس بي، أ بلس بي لو تو بويسونس ان، إلا بغينا نحسبوها راه ما كنفرقوش داك الان عليهم بجوج، ما كنديروش ا بويسونس ان بلس بي بويسونس ان، ما كنضربوش ا فوا ان زائد بي فوا ان. داكوغ، عندنا واحد لا صوم كنديروها، واحد الغولاسيون ديال داك بينوم دو نيوتن روينا فيها، ماشي ساهله. ولكن في هذه الحاله فاش كيكون عندنا الكوسينيس والسينيس ما كتكونش صعيبه. دابخي هاد لا فورمول ديال موافر، هذيك البويسونس ان اللي كيكون هنا كيدخل عند تيتا في الكوسينيس وكيدخل عند السينيس. داكوغ، عقل عليها مزيان. غناخدو اكزومبل باش نفهمو مزيان هادشي. هذا بعض المرات راه كياخدو مثلا هاد ان بلس اي مثلا بغينا نرفعوها بويسونس 12، راه كاينين شي بعض الطلبه اللي كيمشيو كيبغيو يحسبوها من نيتهم، كيبغيو يحسبوها بويسونس 12 بواحد الطريقه يعني ديريكت، كيحسبوها بويسونس 12 كيحسبوها او كاري، يبغيو ثاني يضربوها في واريك باش تولي بويسونس 3 ولا ما عرف شنو كيديروا. راه ماشي اي حاجه قال لك ديرها خصك ديرها كما هي، خصك تقلب كيفاش تتفادى الصعوبات. اذا هنا 1 بلس اي بويسونس 12 روينا فيها بزاف ديال الكالكول. شنو غادي نديرو؟ غناخذوا هاد 1 بلس اي وغنرجعوها لا فورم تريغونوميتريك، غنرجعوها ل غو، يعني هي غاسين دو 2 فاكتور دو كوسينيس ديال بي سور 4 بلس اي سينيس بي سور 4. فاش غنرفعو بويسونس ان في بويسونس 12 غتولي غاسين دو 2 بويسونس 12 فاكتور ديال كوسينيس ديال 12 فوا بي سور 4 ان تيتا بلس اي سينيس ديال 12 فوا بي سور 4. داكوغ، ونحسبو هاد غاسين ديال 2 بويسونس 12 هي 2 بويسونس 6 فاكتور دو كوسينيس 3 بي بلس اي سينيس 3 بي. 3 بي كوسينيس ديال 3 بي هي 0، سينيس ديال 3 بي ديال 3 بي هي السينيس ديال بي بحال. اي دونك سينيس ديال بي هي موانزا، اي دونك هادشي كولو غيعطينا ناقص 64. داكوغ، لا العكس قلبتهم، كوسينيس ديال 3 بي هي اللي موانزا، والسينيس ديال 3 بي هي 0،
السينيس ديال 3 بي هي 0، اي دونك غتعطينا ناقص 64. شوف بطريقه سهله، شوف شحال ديال الخدمه خدمنا. هادشي علاش كنقول قلت في الاول خاصنا ضروري نتعلمو كيفاش نتفاداو الكالكول اللي طويل، ونتعلمو نربطو ما بين لي بروبريتي ولا ما بين لي نومبر كومبلكس اون جينيرال مع لا جيومتري. اي حاجه هندسيه بغينا نبينوها خصنا كيفاش نحولوها لي نومبر كومبلكس. ونخلي لكم اكزيرسيس اون يوتيليزون لو تيوريم دو موافر اي سيل دو بينوم دو نيوتن اكسبريمي كوسينيس 4 تيتا اي سينيس 4 تيتا اون فونكسيون دو كوسينيس تيتا اي سينيس تيتا. يلا حاول انك تخدم هادشي اللي درنا، حاول انك تخدم هادشي اللي درنا وحسب كوسينيس 4 تيتا وسينيس ديال 4 تيتا، حاول تحسبهم اون فونكسيون ديال كوسينيس تيتا وسينيس تيتا، غادي تلقى واحد لا فورمول. دونك حاول مع هادشي هذا، وممكن انك تخلي لي اي مشكل لقيتيه في لي كومونتير. في الحصه الجايه غادي نشوفوا ليكسبونونسييل كومبلكس، يعني احنا كنعرفوا ليكسبونونسييل كنديروا اكسبونونسييل ديال نومبر غيال، ولكن شنو المعنى ديال اكسبونونسييل ديال نومبر كومبلكس؟ داكوغ، رد البال مع هاد القضيه، لان بعض الاساتذه الجامعيين ما كيديروش هاد الفقره هذه، وكيدوزو ديريكت ليكسبونونسييل ديال نومبر كومبلكس. غنشوفوا هادشي هذا في الحصه الجايه.